مساء الخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. المهم ما غاديش نطول عليكم بزاف. ملي دخلت لي ستوري ديال لي زامي شنو كيحطوا في العام الجديد، كيحطوا داكشي ديال القديم اللي دوزوا في 2019. فانا ملي دخلت للارشيف لقيت واحد الفيديو اللي انا ما كنتش بغيت نبارطاجي معكم. دابا عام وعندي بالضبط نفس النهار اليوم وقع ليا نفسه في العام اللي فات. المهم ما غاديش نطول عليكم بزاف، شوفوا الفيديو ونرجعوا نهضروا. طبعا نسيت الشوق يا عمري، طبعا وشوف شو يا عمري، وشوف شو يا عمري، وشوف شو مالي خلق عبت العشق هنياني. شوف شو شلت بس هالسلام وغالي. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. اختي شاد الفرانة، اختي فرايتي حشو مالك. المهم ده الشيء اللي شفته هو أنا باش بديت العام اللي فات، هو باش بديت 2019. فكان بغي نقول لأي واحد رد بالك في الطريق، وخنت كتعرف تسوق، ديما حط بالك باللي اللي قدامك ما كيعرفش يسوق. أنا اللي قدامي فرانت عليا فجأة شافت واحد مشاول ما عرفتش شنو، فشافت وهي تفراني عليا وحنا غاديين في الطريق، يعني غاديين ب60 في الطريق، ففرانات عليا. واشنو ما يمكنش نهرب على هاد الجهه حيت كاينه طوموبيله حدايا، والله ما ندخل فيها هي. وصافي طرا اللي طرا، وهادشي اللي كاين. فانا هاد العام ما غاديش نخرج شي سورتو هاد النهار الاول، ما غاديش نخرج من الدار. انا هنا بوت نبت.